انا بجيب لك اكل، انت روحي اقعدي مع علي. لا يسلموا، انا بجيب. يا اخي ماني قدران اشبع. لك بكفي هلا، بتوجعك معدتك. ايه وحياتك ماني قدران وقف اكل. يسعد مساك. كل مره بشوفك فيها بتفاجئني جميله خانم، طالعه كثير حلوه. هذا من ذوقك. قال عم تصوري مسلسل، مبروك ليلي. هالحكي مانو مزبوط؟ بالحقيقة شو الموضوع؟ بيهمني اني اعرف. انا قايم جيب شغلة. شريك شو في؟ لا ولا شيء. صراحة أنا لسه ما وافقت لأني مو كتير واثقة من قدراتي. مو بس حلوة، صريحة كمان. بانا مو هون؟ والله ما بعتقد رح تجي لهون، لأنه من شوي رحت لعندها ولقيتها هي ومؤيد حاطين راسهم بهالشغل ومو شايفين حدا حواليهم. إذا بيخلص شغلهم الليلي بيكون منيح، بس على الأغلب للصبح ما بيخلصوا. بدر؟ روح قلبي، خلينا نروح نعدلنا شوي، عنا شغل كتير اليوم. عن إذنك يا خانم. هدول اللي رح تاكليهم؟ يا حبيبتي هدول ما بيشبعوا عصفور. تشربي؟ شو لوين راح تشوفي؟ مهند؟ راح روح شوفها. جميلة، جميلة وقفي. إذا بتريد مهند لا تلحقني. وقفي. تركني. شو صار؟ هذا اللي كنتي واقفة معه زعجك؟ مين هاد؟ الحقير اللي اسمه بدر. إذا زعجك بشي هلأ بروح بكسر له راسه. شو هالحكي هاد؟ أنت جنيت؟ كمان هون بدك تعمل مشاكل؟ بعدين هو ما زعجني بنو. طيب ليش قمتي عن الطاولة؟ والله حابة روح شوفه لمؤيد. بعدين أنا ماني مضطرة أقدم لك تقرير عن كل خطوة بمشيها. والله مزبوطين كلهم هون على العدد مثل ما انك شايفة، ما في اي ناقص بانا خانو. ماشي مؤيد، اسفة. يلا خلينا نرتاح وناكل شي شغلة. يسلموا، بس تارك الشباب لحالهم، بدي خلص شغل وروح بسرعة. بيعرفوا انه عندك شغل. ايه بس جميلة داخلها، بعد شوي بدي اخد استراحة منشان روح شوفها. واو، لو تعرف قديش تأثرت. لو سمحت ممكن تقلي وين بلاقي لها مؤيد؟ عفوا، مين مؤيد؟ طيب وين صايره غرفة التنظيم؟ هنيك ببناء النادي. شكرا. انت وجميلة علاقتكم جدية فعلا؟ طبعا، ورح نخطب بس اتخرج. ليش؟ يعني برأيك ليش الناس بيخطبوا بعضهم؟ بعرف، بس ليش لحتى تخطب هاي البنت تحديدا؟ أهلك اختاروا لك إياها؟ لا، لأنه بحبها كتير. مؤيد لا تحكي هيك، أكيد أنت بدك تتزوجها مشان تخبي غلطتك معها. شو هاد اللي عم تقولي؟ رح أتزوجها لأني بحبها.
يلا كول هي لأمي. بدي أسألك سؤال. جميلة قالت لي إنك ما عم تعامليها منيح، لشو هيك عم تساوي فيها؟ يعني أنت برأيك ليش؟ حاجتك بقى، قصدك أنا وأنتي؟ مستحيل يصير هالشي. ما في شيء اسمه مستحيل. وقفي يا مجنونة، شو عم بتساوي؟ اتركني اعمل لك اتركني. امسكي اعصابك يا بنت. اتركني مهند، اعمل لك اتركني. لك امشي. اعمل لك اتركني. كنتي عم بتحذريني وهلا انت جاي تعملي مشكلة. بدك يعني اسكت بعد ما شفته معها؟ أنا مستحيل أقدر أسكت بعد اللي شفته هلأ بعيوني. تعي لهون جميلة، هدول رفقات وما في شي بيناتهم، فهمتي؟ لا تعملي شي بزعل مؤيد. شفتها لك، شفته بعيوني عم تتحرش فيه. طبعاً الأجنب عم يعطيه وشه وما عم يمنعه. لنفترض إنه اللي شفتيه كان مزبوط، ما بيصير تتعاملي مع الموضوع هيك. كسر البلور ما بيحل المشكلة، لازم تروحي وتحكي معه بكل هدوء. إذا في شي مشكلة بتقعدوا وبتحلوها. لشو كل هالبكة؟ الله لا يسامحها. جميلة لا تبكي. جميلة خلصنا بقى، طلعي فيه، خلصنا لا تبكي. بكفي بكي، ما في داعي تغاري من هديك البنت بنوب. صدقيني انتي احلى منا بكتير. ومؤيد بحبك. مكانتك محفوظة. وما حدا بيقدر ياخدها أبدا. فهميني ليش هيك عملتي؟ جميلة الظاهر انت سكرانة؟ احكي شو وسطك؟ جميلة 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 ميلي